تامر حسني يكشف مرض عمه. كشف النجم المصري تامر حسني عن المرض الذي توفي به والد زوجته بسمة بوسيل قائلا: توفي اليوم حمايا الغالي وحبيب قلبي الراجل الطيب لكل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها. أنعم الله عليه ربنا بهم وأنعم عليه أيضا بتحملهم وتوفاه الله يوم الجمعة وفي هذا الشهر الكريم. أسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة له ولكل من توفاهم الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. كلام حسني جاء بعدما نشرت زوجته المغربية بسمة بوسيل صور لوالدها مع أولادها الثلاثة وهو يطفئ شمعة عيده 61، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة معتبرة أن والدها كان بسمة حياتها والسند لها. عزاء تامر حسني جاء بعد تعرضه لهجوم قاس من عائلة النجم الراحل عبد الحليم حافظ اتهاما للفنان المصري تامر حسني بعد زيارة الأخير التي قام بها إلى منزل العندليب وقبره. وجاء الاتهام على لسان ابن شقيق النجم العربي الراحل عبد الحليم حافظ السيد محمد شبانة، حيث اعتبر أن الفنان تامر حسني خدع جمهوره بسبب طبيعة الزيارة التي قام بها إلى منزل النجم العربي، حيث قال أن عائلة عبد الحليم هي التي دعته وكرمته. وأضاف شبانة: أنا استغربت جدا أول ما سمعت الكلام ده، لأن الكلام ده مش حقيقي، إحنا منرحب بكل الناس وهو اللي طلب يزور ورحبنا بيه، محدش دعاه ولا مندعي حد أصلا. وتطرق شبانة أيضا في حديثه إلى زيارة الفنان المصري عمرو دياب إلى منزل النجم الكبير العندليب قبل سنوات وقال: الهضبة قال الحقيقة لما جازر البيت وكتب وقال كفاية أنا بنتمي لهذا المجال الذي منه عبد الحليم حافظ، واصفا كلام دياب بعبارة: شوف بقى الكبير كبير.